سمر، بفقرتنا الاجتماعية لليوم رح نحكي عن طرق الدمج بين ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب العاديين بالمدارس. كيف فينا نحن نقدر نندمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع هدول الطلاب العاديين أكيد بالمدارس الطبيعية؟ كيف فينا نتبع أساليب معينة للوصول لهدفنا اللي هو الاستقرار للطرفين بالعملية التربوية بالمدرسة؟ كل هالاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا رندا علي ديب، الاختصاصية الاجتماعية. سعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي رندا. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على مفهوم الدمج وأنواعه. هلا اول شيء الدمج هو انه نجيب طفل عنده احتياج معين بغض النظر عن درجه هاي الاحتياج، وشوف قديش ممكن انا ادمجه بعلاقات سواء اجتماعيه ولا سواء بالعمليات التربويه كامله خلال البيئه الصفيه مع باقي اقرانه والاطفال اللي موجودين. هذا بيخضع لكثير شروط ولكثير ظروف لازم تكون متوافره عند كل الاطراف اللي بتتدخل بهي العمليه. هاي بتصير بقى على له عدة أنواع، ممكن يكون أو دمج جزئي أو دمج كامل. الطبيعي أنا بده يكون في عندي فترة تهيئة بتختلف حسب نوع الاحتياج قبل ما أنا أدمج هذا الطفل مع المجموعة اللي هي من أقرانه. مو بالضرورة تكون من أقرانه يعني من نفس العمر، حسب هو إمكانياته، لحتى أنا ما يكون في عندي نوع من الإحباط للطفل أو نوع من الغرور إنه هو قدراني أنجز شيء مع فئة عمرية مثلا تكون غير مناسبة. هذا كله بينعمل بخطة فردية مناسبة للطفل على مدى زمني، ممكن يكون بتراوح بين 3 شهور، ممكن أكثر ممكن أقل حسب تجاوب الطفل وتعاون الأهل معنا، وحسب كمان البيئة الصفية اللي أنا بدي أدمج فيها، قد ايه عدد الأطفال، قد ايش مساحة الصف، قد ايه تحضير الستاف الموجود كمدرسين ولا كشادو اللي بتكون أحيانا مرافقة للطفل إذا كان احتياجه بيستدعي أنه يكون وجود شخص مرافق له. هاي كلها ظروف لازم نحن نحطها بعين الاعتبار إلى جانب ظرف كتير مهم اللي هو الطفل اللي المجموعة اللي الأسوياء العاديين اللي هن بدهم يكون في معهم طفل عنده احتياج معين، وكيف هن تفاعلهم وتعاملهم معهم. نعم، يعني رندا في اهداف معينه نحن بدنا اياها تتحقق من عمليه هي الدمج اللي عم تكون بين الطلاب العاديين وبين ذوي الاحتياجات الخاصه. يمكن هي عمليه مشتركه خلينا نقول ومتبادله، يعني اي حدا فيه يستفيد من حدا ثاني، ممكن هدول الاطفال يستفيدوا من الطلاب العاديين وايضا الطلاب العاديين تماماً. كمان انه شغلات انه في ملكات عند هدول الاشخاص يمكن ما انا متواجده عند الطلاب العاديين. الاهداف قديش مهم نحن نحطها بين عيوننا لنقدر نحن نوصل لها عن طريق عمليه الدمج. هلا مثل ما ذكرتي انا لما بيكون مجرد ما انا اعلم ابني مفهوم الاختلاف، كيف انه كل شخص له ميزه معينه بيقدر هو يتميز فيها ويحقق اهدافه، هاي كثير نقطة مهمة للطفل انه يقدر يتعامل مع اشخاص ثانية ما عندهم نفس الاهتمامات، ما عندهم نفس الميول، يمكن ما يكون الشكل نفسه، يمكن يكون الاحتياجات اكيد بتكون مختلفة. لما انا بعود طفلي يتعامل مع هذا الموضوع وكأنه لا هو عن طريق ازدراء ولا كأنه هو عطف او شفقة، هو يكون موضوع متوازن تعتبر ميزة لأي شخص هو بيتميز فيها، قدر أنا أكون شخص مساعد متعاون مو من باب الشفقة أبدا ولا من باب الزعل. هون للأسف العنصر الأساسي بهذا الموضوع لزرع هاي الفكرة هنن الأهل، في كتير من الأهل بيكونوا متعاونين بهذا الموضوع بالعكس وبيشجعوا، في نحن في شريحة من الأهالي هن ما عندهم هذا الوعي، هن بيقولوا لك نحن بنخاف على نفسية ابننا، نحن بنخاف يصير يقلده، نحن بنخاف يصير عنده نكوسات معينة. هلا انا هون بهي فكره انه انا مثلا ممكن يقلده او ممكن ينكس الطفل العادي باي سلوك معين، انا هون برجع لفتره التهيئه، معناتها انا مالي عندي تهيئه صحيه مناسبه قبل ما افوت بعمليه الدمج. التهيئه كيف يعني؟ انا في عندي اختلافات بالاحتياجات عند الاطفال، لما بيكون عندي طفل عنده احتياج مثلا عنده درجه احباط كثير عاليه او عنده سلوك عدواني معين،
فهو بيكون ردة فعله للفت النظر عليه هو مثلا بسلوك عدواني، فأنا أكيد ما فيني أدمجه مع الأطفال، لأنه بالعكس أنا هيك رح أحبطه أكثر، لأنه ما حيكون في عنده وسط اجتماعي يقدر أدمجه فيه، حيبعدوا عنه رفقاته، وحيكون هو مسلط عليه الضوء إنه هو الطفل المشاغب المؤذي. لهيك أنا لا، بعمل له تعديل سلوك أول، بعمله جلسات فردية، بحضره بطريقة معينة، مثل ما قلت ممكن تاخد 3 شهور، ممكن أقل ممكن أكثر حسب شو وضع الطفل. بعدين بدمجه جزئي، يعني أنا بدمجه بالنشاطات الاجتماعية ضمن، ممكن أنا أعطيهم نشاط تلوين يكون مشترك مع عدد طلاب قليل، يكون في اهتمام مركز عليه شوي على سلوكه ومراقبته وملاحظته. بعدين أنا بزيد هاي الفترات لحتى فوت بالعملية التعليمية، إنه أنا خليه يحضر درس مع رفقاته. ممكن غالبية الأطفال اللي عندهم احتياج بيكون انتباههم ضعيف، بيكون تشتتهم أعلى، بيكون ما عندهم هدف ودافع لأنهم يحضروا الدرس أو يستفادوا، إنه هنا ما عندهم هذا الفكرة إنه أنا كيف بدي أحضر الدرس. أكيد. بما أنه هون عم نحكي، خلينا نحكي على موضوع مثل ما بنعرف كلياتنا التعلم هو حق للجميع، خلينا نحكي على نقطة كتير مهمة، أنه الأهل يعرفوا من الطرفين، أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين، أنه قديش فيه إلى فوائد، يعني الدمج فيه إلى فوائد حتى عند ذوي الاحتياجات الخاصة، قد بتعطيه ثقة بالنفس وبيحس أنه المجتمع عم بيرحب فيه هو مرغوب فيه، يعني هذا قد بيأثر عليه آثار إيجابية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، الفوائد للأطفال العاديين لذوي الاحتياجات الخاصة. هلا أول فكرة، لما أنا بدي أدمج طفل هو أنا عم بعبي له وقت فراغه. نحن دائما المشاكل الأساسية بتظهر من وقت الفراغ اللي ما له مستهلك أو متاخد بطريقة إيجابية، ما عم نستفاد منه. فأنا لما هذا الطفل عم بحطه بعزلة، فأنا عم زيد مشاكله، سواء الاجتماعية، سواء بعلاقاته، سواء بسلوكياته. مثل ما نحن منخاف من الطفل العادي إنه ممكن يتعلم سلوك سيء، فهو الطفل اللي عنده احتياج حيتعلم السلوك الإيجابي من الطفل، من الطفل اللي من نفس عمره، اللي من الكبار، طريقة التعامل خصوصي، إنه هذا كتير ضروري يتعلمه من خارج أسرته، يعني مو من أمه وأبوه، من أشخاص خارجيين، من سلطة تانية مختلفة. هذا وقت الفراغ أنا لما بعبيه بأشياء مفيدة، فأنا كتير حليت مشكلة اللي هي إنه أنا صار يقدر يتعامل من ناحية الاجتماعية، صار يقدر يمسك قلم ولو يلون، صار بيقدر يكون في تواصل، حيصير يبحث عن طريقة تواصل اللي هي خصوصي بالأطفال اللي أحيانا بتكون لغويا متأخرين. فهو حتى أعطيه هذا الدافع إنه أنا لازم لاقي لغة تواصل. على أمه بشكل كبير. تماماً هاي الاستقلالية كتير جانب فعال، إنه أنا بيكفي إنه عم بيقوم الصبح بوقت معين بروتين معين، ينزل يشوف أشخاص معينين، يعرف إنه في قوانين معينة، سواء بقعدته بالصف، بتغسيل الإيدين، فترة الأكل، هاي الفترات الثابتة اللي هي كتير بسيطة ومتواجدة بأي بيئة تعليمية وبيئة صفية، فهي حتكون الخطوة الأولى الصح، لأنه أنا بلش أدمج الطفل وأقدر أعبي له وقت فراغه لحتى أعطيه الفائدة الأكبر للمراحل اللي قدام اللي هي التعليمية. للأطفال العاديين الفوائد شو هي حتكون؟ أولاً كيف أنا أتبادل الأدوار، كيف أنا أعرف تماماً، دائماً نحن خصوصي الأطفال اللي بيكونوا وحيدين وبالبيت واللي ما عندهم أخوة، فهو دائماً بيكون في عنده، دائماً لازم تكون الدائرة مسلطة بس عليه والاهتمام بس له تماماً، فهو ما عنده أنه أنا دائماً أنا لازم أنا اللي حدا يساعدني، دائماً اللي أنا لازم حدا يقدم لي. لما بيكون بهذا خصوصي بالفترات العمرية اللي هي بالمرحلة الابتدائية بتكون كتير إيجابية، لأنه الطفل بيكون بيحاول يبقى يكون شخصيته بمفهوم التعاون والإيثار، أنه يقدم لغيره أشياء. فهي الفكرة لما أنا بيكون هو عنده هاي المبادرة لأنه يقدم للطفل أنه أوكي أنا بعطيه دوري مثلاً، وتكون واقفين مثلا بدنا نشرب، فانا ممكن اعطيه دوري، ممكن انا اذا ما قدر يزبط كرسيته ممكن انا ساعده زبط له اياها، ممكن انا ساعده بطلع له دفاتره مثلا، فبيكون عنده الطفل هاي المبادره، فانا هون بقطع هذا الفاصل اللي لهذا الشرخ اللي انا ممكن يكون عند طفلي اللي هو بده كل الاضواء عليه، وبنفس الوقت اعطيته نوع من الاستقلاليه انه هو يقدر يقدم خدمات لاشخاص ثانيين ويقبل مفهوم الاختلاف.
أكيد. يعني هذا الشيء يمكن يعني بنقول فينا نرجعه للأهل وأيضا للمدرسة، يعني هن مسؤوليات مشتركة بين الأهل أو متبادلة، ما رح نقول مشتركة بين الأهل وبين المدرسة. خلينا نحكي عن المسؤوليات اللي ملقاة على عاتق المنزل وأيضا على المدرسة، وقديش مهم أنه يكون في تواصل بين المدرسة والأهل في حال كان في نقاط ضعف عند الطفل، لا إذا ما زبط هون بيزبط هون. هلا انا كثير بحترم الادارات او المدارس بتقول لك انا ما عندي هاي الخدمات لهذا الطفل، مو ضروري انا اقبل طفل يكون انا خدماته ما له موجوده، ما عندي غرفه او صف مثلا لطلعه جلسات فرديه وقت بدي اعمل دمج جزئي، مالي قدرانه اوصل هي التوعيه لباقي المجموعه انه انتم عندكم طفل صديقكم بالصف لازم نكون نحن متعاونين بنوع معين او نتقبل تصرفات معينه منه. فلهيك دائما لما بتكون الجهه المسؤوله عن دمج هذا الطفل عندها خطه معينه، انا بقدر في عندي لان كثير احتياجات خفيه، ممكن انا يجي طفل عنده فرط حركه بسيطه، فانا بيظهر عندي هذا بعد ما احطه بالصف بين المجموعه، بتطلع عندي سلوكيات بتدلني انه هو هذا الطفل عنده حركه، عنده انتباه ضعيف، عنده تشتت معين، عنده سلوكيات معينه. لهيك انا كثير بحترم اللي انا فورا بيكون في تواصل مثل ما قلتي مع الاهل، نحن في عندنا هي المشكله، بنحط خطه معينه، انتم عليكم تعملوا هيك بالبيت ونحن حندعمه هون، والعكس صحيح. وهذا متواجد في هي التوعية هلأ صار بدرجة كتير معقولة وكتير فعالة. نجي للأهل، أنا في عندي نوعين من الأهل، الأهل اللي عندهم طفل الاحتياج والأهل اللي عندهم طفل العادي اللي فيه بيصفهم طفل الاحتياج. دائما بترجع الأطفال اللي أنا أكتر شيء بسمعه بترجع بشكاوي إنه عمل هيك، تصرف هيك، المس زعلت منه لأنه مثلا ما قعد، صار يقوم كتير من مكانه. كيف ردة فعل الأم إنه مثلا ممكن تقول له إيه لا بقى تحكي معه، أو مثلا ممكن تقول له إيه معلي أنت فيك إذا ما عرف يطلع مثلا دفتر ممكن أنت تساعده. فهي النقاشات البسيطة اللي بتكون بين الأم وطفلة كتير بتساعد وكتير بتدعم وكتير بتنقل هذا النوع الاهتمام والمحبة. تمام. نفس الشيء بالنسبة للأم اللي عندها الطفل الاحتياج، لما تكون على ما عندها هذا النوع الإحباط أو هي حاسة حالها أنه عندها شيء أنقص من باقي الأمهات، كمان هذا إيجابي. كان من زمان ينعزلوا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الأهالي يخجلوا يحطوهم بالبيت ما يطالعوهم ما يعرفون عن الأطفال العاديين، يخجلوا يقولوا أنا عندي ولد ذوي احتياجات خاصة. هلأ كل صار في عنا نسبة وعي كتير كبيرة. تمام. خلينا نحكي عن دور المعلمين سواء للطفل العادي ولا لذوي الاحتياجات الخاصة، قديش دورهم مؤثر بدعمهم نفسيا واجتماعيا ودورهم بتوعية الأهالي لإشراكهم كمان بالخطة التعليمية برأيك؟ أهم شيء لازم يكون هاي الموضوع الدمج كله يكون بطريقة غير مباشرة قدام كل الأطفال ويكون بخطة مدروسة. يعني أنا لما بيكون مثلا عندي بصفي طفل عنده احتياج معين فأنا بحطه ضمن مجموعة تقدر تدعم هذا الاحتياج. نعم. ما حطه ضمن مجموعة تانية مثل ما بنقول أنه أنا بحطه جنب الشاطر بيصير شاطر. يعني هاي الفكرة لها شوي من الصحة، أنه ما بحطه جنب حدا كتير متفوق عليه فهو يكون عنده إحباط، ولا حطه جنب حدا كتير ضعيفة وإذا كان عنده شيء منيح فهو يتراجع. فأنا تماما بحطه ضمن مجموعة، بحاول أقسم نشاط صفي كمجموعات، خصوصي وقت التطبيق العملي لما بده يبلش يكتب بالصف أنا حطه ضمن مجموعة لحتى أعطيه شوية اهتمام في حال ما كان معه مرافق لهذا الطفل، أعطيه شوية اهتمام لحتى أدعمه يبلش يعتمد على نفسه وينجز المهمة، خصوصي إذا كان موضوع مثل ما حكينا كتابي. النشاطات لما بتكون الحركية دائما أنا بحاول أعمل دور وحطه من ضمن هذا الدور إنه مثلا هو اللي يوقف أول حدا حسب احتياجه، إن ما كان وقت بيجي دوره إنه يكون موجود مثلا بآخر الصف كون دائما أنا عارفانة المجموعة اللي واقفة قبله واللي واقفة بعده. طيب إذا حدا من المجموعة رفضه لطفل ذوي الاحتياجات الخاصة عمله بطريقة سيئة أو كان ردة فعله سلبية معه، شو دور يعني المشرفين المعلمات الإدارة، شو برأيك ولا بدنا أخصائي نفسي يكون متواجد؟
هلا نحن باول سلوك بيعملوا هذا الطفل نحن بنجيب شيء مخليه هو يشارك رفقاته. تمام. واهم شيء في فكره غلط انه نحن الطفل اللي رفض نخليه يتحمل مسؤوليته. فهو هذا الشيء ابدا يعني مو مقبول، هذا مرفوض. بالعكس انا بخليه يعمل كل حدا بعطيه مهمه، حدا بيوزع الاقلام، حدا بيوزع من بيناتهم الطفل اللي عنده الاحتياج، لحتى حسس هذا الطفل بنوع من المساواه بينه وبين رفيقه اللي رفضه. بعدين انا بطلب منهم يكون في نوع من المشاركه، يجيب شيء هو بيحبه ويشارك فيه كل رفقاته من ضمنهم هذا الطفل اللي عنده احتياج. ان زاد الموضوع عن حده فنحن بنتواصل مع الاهل. تمام. وبنعمل خطه انه يكون في حوار معين بين الام والطفله بالبيت، لانه اكيد اطفالنا كثير ابرياء ما عندهم هذا الشعور بالرفض، بالعكس هن بيكونوا كثير مبادرين، وبالعكس نحن بنتعلم منهم احيانا كيف فينا نكون ايجابيين بهيك مواضيع الدمج. لكن نحن بنتواصل مع الاهل لانه هو اكيد بيكون من له شعور معين من البيت، ومنقيس عليه بعد فترة بنصير نحن كجهة خارجية بعيدة عن الأهل نحن بنتدخل بتوعية معينة وبنحاول نفهم. إن ما مشي الحال فأكيد بتوجه لمختص نفسي. نعم. يعني رندا مثل ما ذكرتي الأطفال بعمر معين بيكونوا تربة خصبة لزرع أي شيء إيجابي، كان مثل ما قلتي بنتعلم منهم معلومات كثير مفيدة استفدنا نحن منها، وأكيد إن شاء الله يكونوا مشاهدينا قدروا ياخذوا المعلومات منك. كل الشكر لوجودك معنا وعلى المواضيع الحساسة اللي دائما نحن نلقي الضوء عليها. أهلا وسهلا فيك رندا. شكرا لكم. متشكرك رندا، متشكر وجودك معنا، متشكر عن جد أجوبتك ومعلوماتك القيمة لكل حدا عم يتابعنا اليوم. شكرا لك. شكرا لكم.